موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها عليها. فقال: والذين كفروا أي بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت يحسبه الظمآن ماء يحسبه شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش. وهذا حسبان باطل فيقصده ليزيل ظمأه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فندم ندما شديدا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة فيغره صورتها ويخلبه خيالها ويحسبها هو أيضا أي الكافر أعمالا نافعة لهواه هو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا. والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل وجد الله عنده فوفاه حسابه. لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا. فالكافر إذا عمل شيئا من أعمال الخير لم يقبل منه لفقد الإيمان لأن الإيمان شرط قبول الأعمال ولكن يكافأ ويجازى على ذلك في الدنيا بكثرة مال وصحة وغير ذلك. أما في الآخرة فالآخرة عند ربك للمتقين. فقوله والله سريع الحساب يعني فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه. يقول: مثلها الله بالسراب الذي بقيعة أي لا شجر فيه ولا نبات. وهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع وهو الكفر. قال: والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار أو كظلمات في بحر اللجي أي بعيد قعره طويل مدى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر اللجي ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم. فاشتدت الظلمة جدا بحيث أن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها إليه فكيف بغيرها. كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها فوقها ظلمة الكفر وفوق ذلك ظلمة الجهل وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر. فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون وعن الصراط المستقيم مدبرون وفي طريق الغي والضلال يترددون. يقول: هذا لأن الله خذلهم فلم يعطهم من نوره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لأن نفسه ظالمة جاهلة فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يقول: يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار
كل منهما منطبق عليهما وعددهما لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. في الآيات فوائد: بيان حال الكفار يوم القيامة من الخسار والبوار، وأنهم لن يجدوا شيئا من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى على تلك الأعمال التي قدموها في الدنيا، لأن العطاء اقتصر على العطاء الدنيوي، ليس لهم في الآخرة من نصيب، فالآخرة لأهل التقوى، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. ينضاف إلى ذلك أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من المقبولين. فعلى العبد أن ينتبه للإخلاص في عمله، وأن يجتهد في موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من المقبولين، وأن يحذر من محبطات الأعمال كالرياء وغيره. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.